السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا فرقة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معاكم روان أشرف، فرقة رابعة إن شاء الله. وإن شاء الله النهاردة هننهي كل البكتيريا والفيروسات اللي فاضلة في موديول الأي بي ال ده. هناخد الريكتسيا والكوكسيلا والإبشتاين بار فيروس والباربو فيروس. هنخلصهم إن شاء الله النهاردة في المحاضرة دي سريعا. ركزوا بس معايا كده وبإذن الله هتخلصوا، مش هتحتاجوا تذاكروا كتير. أهم حاجة تسمعوا بتركيز قوي. لو معاكم مذكرة، لو هتتابعوا من الداتا، تمشوا بعينيكوا قراية على الكلام، وفي نفس الوقت تسمعوا كويس قوي، اعزلوا أي مشتتات عنكم، ركزوا وإن شاء الله الموضوع هيخلص على طول. تمام كده؟ نقول يلا كده بسم الله دعاء في الأول سوا. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري، ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر، اللهم آمين. يلا بسم الله. أول حاجة هناخدها دلوقتي هي الريكتسيا. هي إيه الريكتسيا دي أصلا؟ هي لا هي بكتيريا ولا هي فيروس، أمال هي إيه؟ هي مايكرو أورجانيزم، هي كائن صغير زيهم بالظبط، فيها شوية صفات متاخدة من البكتيريا وفيها شوية صفات متاخدة من الفيروسز. طيب ايه هي الصفات اللي متاخدة من البكتيريا؟ اول حاجة ان انا اقدر اشوفها تحت اللايت ميكروسكوب، تحت الميكروسكوب اللي احنا بنشوفه في المعمل ده، بصبغها بصبغة اسمها جيمسا، اسمها طبعا مشهور جيمسا ستين دي، واشوفها تحت الميكروسكوب. دي صفة من صفات البكتيريا مش من صفات الفيروسز. الفيروسز ما بشوفهاش باللايت ميكروسكوب. طيب دي اول صفة. ايه تاني صفة؟ هي الباينري فيشن. يعني ايه الباينري فيشن دي؟ التكاثر بتاع البكتيريا مشهور قوي بانهم عندهم طريقة اسمها الباينري فيشن، اللي هي بتنقسم لاتنين، يعني كل بكتيريا الام مقسومة لاتنين. طبعا الطريقة دي مش عند الفيروسات، فدي صفة من صفات البكتيريا. ممكن مثلا نسكمها ان هي اولها بي مع بكتيريا، باينري فيشن. طيب كده خدنا صفتين. الصفة الثالثة بقى انها ممكن تتقتل بالكلور انفينيكول وتتروسايكلين. هو ايه اصلا الكلور انفينيكول وتتروسايكلين ده؟ دول عباره عن انتي بايوتيك، يعني مضاد حيوي، يعني مضاد للبكتيريا. يعني الريكتسيا دي لو ادت لها تتروسايكلين او كلور انفينيكول هتتقتل. طيب مين اللي بيتقتل بكده؟ البكتيريا. الفيروس طبعا لو احنا عارفين او مش عارفين ادينا سمعنا المعلومه، ما بيتقتلوش بالانتي بايوتيك. طيب الصفة الرابعة هي ان السيل وول بتاعها من بره، السيل وول ده اللي هو بيبقى محاوط البكتيريا او الريكتسيا من بره، بيبقى فيه اسيد اسمه موراميك اسيد. الموراميك اسيد ده صفة من صفات البكتيريا برضو. اخر حاجة خالص من صفات البكتيريا ان هي ممكن يبقى عندها دي ان اي او ار ان اي، دي ان اي او ار ان اي، دي صفة من صفات البكتيريا. طيب يبقى كان لم تاني ايه الصفات اللي خدتها من البكتيريا؟ انا ممكن اشوفها تحت الميكروسكوب، تنقسم بالباينري فيجن، حساسه ضد اي انتي بايوتيك، عندها ميراميك اسيد، وكمان عندها دي ان اي وار ان اي. طيب امال ايه الصفات اللي خدتها من الفيروسات بقى؟ اول صفه الفيروسات مشهوره بيها انها بتحب تخترق الخلايا وتسكن جواها، هي اوبليجيت انتراسيلولر. الفيروسات لما بتحب تخش اي جسم بتحب تقوم فاتحه الخليه وداخله قاعده جوه الخليه دي ومستغلاها لصالحها هي، فدي من صفات الريكسيا برضو، بتحب تقعد جوه الخليه، ما بتحبش تمشي في الدم، يعني ما بتحبش مثلا تمشي، لا بتحب تسكن جوه الخلايا، ما بتحبش تمشي في الفلويدز كده. طيب تاني صفه ان انا ممكن ازرعها في ثلاث حاجات من صفات الفيروسات، يا اما المايس، يا اما اليوكساك، يا اما الجوانيبك. طيب ايه اليوكساك ده؟ عارفين الصفار بتاع البيضه، الصفار والبياض والكلام ده كله، احنا في المعامل يعني لما بيحبوا يزرعوا فيروس بيحبوا يزرعوه على الميديا دي، على الصفار بتاع البياض البيضه ده، فدي من صفات الريكتسيا برضو، انا ممكن ازرعها فيها. تاني صفه ان انا ممكن احقنها جوه فار او جوه خنزير، الجوانيبك ده اللي هو الخنزير، في الحالتين بقدر اعمل مزرعه فيهم، فدي من صفات الفيروسات. اخر حاجه انها ممكن تعمل تيشو كاريتشر، مزرعه في نسيج، دي برضو من صفات الفيروسات. كل دي مزارع، انواع من المزارع، يعني انواع من الكاريتشرز يعني. طيب نلم تاني الدنيا دي. الريكتسيا شبه البكتيريا في حاجات وشبه الفيروسات في حاجات. في البكتيريا في ايه؟ انها بشوفها تحت الميكروسكوب، انها عندها باينري فيجن، انها حساسه للانتي بايوتيك، يوراميك اسيد، والدي ان اي وار ان اي. صفات الفيروسات انها بتعيش جوه الخليه انتراسيلولر، بزرعها جوه المايس، يوكساج، وانيبك، وكمان ممكن اعمل لها مزرعه تيشو كاريتشر. تمام كده؟ طيب نخش على اللي بعده. الريكتسيا دي ليها تصنيفه متفق عليها، هم العلماء مقسمينها التقسيمه دي. طيب
عايزين بقى نلم التقسيمه دي سريعا وان شاء الله ما تاخدش وقت كبير مننا، وما تضيعوش وقت كتير فيها، يعني القطن تلقطوا منها وخشوا على بعضه. التقسيمه دي اول حاجه تقسيمتين، في مجموعه من الريكتسيا اسمهم ريكتسيا تايفس ومجموعه تانية اسمهم سبوتد فيفر. طيب التايفس ده اللي هي مرض اسمه تايفس التايفويد، وسبوتد فيفر يعني ايه سبوتد فيفر؟ يعني حمى ومعاها راش. يعني ايه معاها راش؟ عارفين كده لما حد وشه بيتملي حبوب حمراء كتير كده، ما بتبقاش طالعه، ممكن تبقى طالعه لبره حبوب بارزه يعني، وممكن تبقى حبوب مسطحه ملساء عاديه، دي اسمها كده سبوتد فيفر، يعني حمى معاها احمرار، حمى واحمرار. التيفس اللي هو التيفويد. طيب يبقى عندي تقسيمتين كبار، تيفس وسبوتد فيفر. طيب تحت التيفس في اتنين بكتيريا بس، ريكيتسيا بروازيكي وريكيتسيا تايفس. تايفس زي تايفس والتانية اسمها بروازيكي. ريكيتسيا بروازيكي وريكيتسيا تايفس، جميل جدا. طيب الريكيتسيا بروازيكي بتعمل لي مرض اسمه ايبيديميك تايفس، انما الريكيتسيا تايفس بتعمل لي مرض اسمه انديميك تايفس. يبقى البروازيكي بتعمل لي الايبيديميك. طب نسكمها ازاي عشان ما نتلخبطش بينهم؟ دي بي هنا هي في البروازيكي وفي هنا بي في الايبيديميك، يبقى البروازيكي مع الايبيديميك تايفس والريكيتسيا تايفس مع الانديميك تايفس. جميل. الريزرفوار بتعيش فين؟ يعني بتحب تقعد جوه مين؟ جوه انهي كائن؟ البروازيكي بتحب تقعد جوه الانسان، التايفس وباقي الريكيتسيا كلهم بتحب تقعد جوه القوارض زي الفيران الرودنتس مثلا. يبقى التايفس واي ريكيتسيا تانية تيجي في دماغه هي الرودنتس. طيب الفيكتور يعني مين اللي هينقلها؟ يعني ماشي انا كانسان انا دلوقتي جوايا ريكيتسيا، طيب انا عايز اعرف مين الفيكتور، مين الحشره اللي هتيجي تاخد الريكيتسيا من جسمي تنقلها لانسان تاني او حيوان تاني او ايا كان. بالنسبه للبروازيكي بتنقلها حاجه اسمها بادي لاوس، نفس الكلام نسكمها بكلمه بي، بي مع بروازيكي ماشي بادي لاوس. امال التايفس هتنقلها حاجه اسمها رات فلي، ده اسم حشره رات فلي. تمام. طيب نلم دول تاني كده بقى هقول لكم في الاخر ايه البروتيز انتيجين دي. يبقى تاني البروازيكي بتعمل ايبيديميك تايفس، الريكيتسيا تايفس بتعمل انديميك تايفس، الريزرفوار بتاع البروازيكي المان انما بتاعت التايفس رودنت، الفيكتور بتاع البروازيكي بي فور بادي لاوس، والتايفس معاها رات فلي. تمام. طيب نيجي للسبوتد فيفر، هم اربعه، ريكيتسيا كونوري، ريكيتسيا ريكيتسيا يعني ريكيتسيا ريكيتسيا الاسم متكرر مرتين، وريكيتسيا اكاري، والاسم الغريب اللي في الاخر ده بقى نحاول ننطقه سوا، اورينتا تستوس جومشي ماشي، اورينتا تستوس جومشي. طيب هما الاربعه دول ماشي. نخلص الاول من الحاجات السريعه، ان هما الاربعه اتفقنا ان الريزرفوار بتاعهم هو الرودنس، هو القوارض. الكونكوري والريكيتسيا هينقلهم حشره اسمها تيك، والاكاري والاورينتا هينقلهم حشره اسمها المايت. تمام. طيب نيجي بقى للامراض اللي بيعملوها. الكونوري بتعمل مرض اسمه بوتونس فيفر، بوتونس فيفر. الريكيتسيا بتعمل مرض اسمه روكي ماونتين، روكي ماونتين. الاكاري بتعمل حاجه اسمها الريكيتسيا البوكس، ما تتلخبطوش ما بين الاثنين دول، ما تقولوش عشان هي اسمها ريكيتسيا يبقى تعمل مرض اسمه ريكيتسيا البوكس، لا الريكيتسيا معاها روكي ماونتين، الاكاري هي اللي معاها ريكيتسيا البوكس. الاورينتا بتعمل حاجه اسمها سكراب تايفس في استرن اسيا، في شرق اسيا يعني. طيب نيجي لاخر حاجه اسمها البروتياس انتيجين. ايه البروتياس انتيجين ده؟ ده انتيجين بيتفرز من الريكيتسيا دي. تمام. طيب بيساعدني بعد كده في المعمل ان انا اقدر اتعرف هو الحاجه اللي موجوده جوه المزرعه دي يا ترى هي ريكيتسيا ولا بكتيريا ولا فيروس ولا ايه. فهم مميزين قوي بالحوار ده. كل التايفس عندهم حاجه اسمها اوكس 19، كل التايفس الانتيجين بتاعهم اسمه اوكس 19. السبوتد فيفر الاكاري مش معانا في الكلام ده. طيب الكونوري والريكيتسيا عندها اوكس 19 برضو، وعندها حاجه اسمها اوكس 2، والاورينتا اللي في الاخر اللي هي الاسم غريب لوحدها دي اسمها اوكس كي، اوكس كي. طيب الجدول ده نغوص فيه بقى ونضيع وقت فيه كتير والكلام ده كله؟ لا، انتوا اهم حاجه هتركزوا عليهم هما الاثنين دول، لان هما دول اصلا موضوع المحاضره. ما تضيعوش وقت كتير، اسمعوهم بس مره، حاولوا دلوقتي مره كمان ركزوا معايا عشان تحاولوا تلقطوا، واقروهم انتوا كمان مره مع نفسكم، وان شاء الله يعني هو مش هيبقى فيه ارهاق كتير يعني. يبقى تاني انا عندي مجموعتين كبار، تايفس وسبوتد فيفر. التايفس هما اتنين، ريكيتسيا بروازيكي وتايفس. السبوتد فيفر هما اربعه، كونوري وريكيتسيا واكاري وريانتا توستوجوميشي.
الديزيز بتاع بتاعهم كلهم. البرويزيكي بتعمل لي اي بي اي بي ديميك تايفس، التايفس هتعمل لي انديميك تايفس، الكونوري تعمل بيوتونس فيفر، الريكيتسيا تعمل لي روكي ماونتين، الاكاري ريكيتسيا بوكس، والاورينتا تعمل سكراب تايفس. تمام. طيب ريزرفوار كلهم رودنتس، كلهم رودنتس ما عدا البرويزيكي مان، كلهم رودنتس ما عدا البرويزيكي مان. الفيكتور الطيف البرويزيكي بادي، برويزيكي بادي لاوس، التايفس معاها رات فلي، الكونوري والريكيتسيا تك، والاكاري والاورينتا مايت. البروتيس انتيجين بتاع البرويزيكي والتايفس والكونوري والريكيتسيا كلهم معاهم اوكس 19، بس هنزود للكونوري والريكيتسيا اوكس 2 كمان. واخر حاجه الاورينتا هي الاوكس كي. تمام كده، نخش على اللي بعده يلا على طول، نجي بقى للكلام المهم عشان ما نضيعش وقت كتير. اولا عايزه اقارن ما بين الابيديميك تايفس والانديميك تايفس. طيب احنا قلنا الابيديميك تايفس مين الريكيتسيا المسؤوله عنه؟ هي البرويزيكي، الريكيتسيا برويزيكي. امال الانديميك كانت تايفس. طيب الريزرفوار البرويزيكي كان مان، الباقي كله كان رودنس، وهنا هنختص بالذكر الرات اللي هو الفوريان. تمام. طيب الفيكتور هنا نفس الكلام، بادي لاوس هنا رات فلي، ما قلناش اي حاجه جديده كده لحد دلوقتي، نفس الكلام من الجدول اللي فات. طب نيجي للكلام الجديد بقى، المود اوف ترانسميشن، يا ترى هما بيتنقلوا ازاي؟ يعني عن طريق العطس والكحه، ولا عن طريق الدم، ولا عن طريق ايه بالظبط؟ اشهر حاجه بيتنقلوا بيها هي عن طريق البايت، العضه، اللدغه. يعني الحشره هي مثلا البادي لاوس دي في البرويزيكي، او الرات فلي بتيجي تعض انسان ولا حاجه او تلدغه بمعنى اصح، تعمل بايت كده خلاص انا عديته. دي اشهر طريقه عندي هو البايتنج. تاني طريقه كونتامينيشن اوف سكين وذ فيسز، يعني انا لو عندي تعويره في جسمي ولا حاجه، تعويره في جلدي، وجت البادي لاوس او الرات فلي دي او المان او الرودنس ايا كان، بالمان الرات تحديدا، الرودنس اشهر حاجه، يعني لو عمل فيسز اطلع براز منه والبرازه كان انفكتد، كان في الريكيتسيا دي، وانا جيت مكان التعويره حصل تلامس ما بين التعويره اللي في ايدي دي وما بين الفيسز ده، كده خلاص انا اتعديت، بيحصل كونتامينيشن، بيحصل تلوث للتعويره دي بالفيسز ده. تالت طريقه ان انا بدل ما اخليه الفيسز ده يلمس الجلد بتاعي، ان انا اشمه، اعمله انهيليشن، بالذات بعد ما ينشف، بعد ما ينشف بيقدر يتطاير بسهوله مع الهواء، فلو شمته كده انا اتعدي. يعني عندي ثلاث طرق، اشهر حاجه هي البايتنج، تاني حاجه الكونتامينيشن، تالت حاجه هو الانهيليشن. طيب نيجي للكلينيكال بيكتشر، ايه الاعراض اللي بتظهر على المريض؟ اللي عارف منكم التايفويد الاعراض مش هتبقى صعبه بالنسبه له وهيعرف يخمنها. طب نقولها سريعا كده او نحاول نجمعها مع بعض، هيبقى عنده سخونيه وحمى، سخونيه وحمى، فيفر وراش. الراش ده قلنا اللي هو البقع الحمراء اللي بتظهر على الوش وعلى الايد، اللي هو الجسم يبقى محمر كده. طيب تالت حاجه بقى السبلين والليفر اللي هو الطحال والكبد بتاعه هيبقى انلارجد، هيتضخم، هيحصل تضخم فيهم. رابع حاجه المورتاليتي، يعني يحصل وفاه، هل الموضوع ممكن يوصل لوفاه؟ او ممكن يوصل لوفاه لو الواحد ما اتعالجش، لو انا سبت الاعراض بتاعت الفيفر والراش والانلارجمنت بتاع السبلين والليفر سبتهم كده، ممكن يحصل مورتاليتي ووفاه عادي جدا. اخر حاجه هي الهيموراج النزيف، يبقى انا ممكن اجمعها اقول انا عندي سخونيه ونوعين من الاحمرار، احمرار على الوش ونزيف، نزيف لونه احمر. طيب تالت حاجه بقى السبلين والليفر انلارجد، هيحصل تضخم فيهم. واخر حاجه خالص هي المورتاليتي، ممكن يحصل وفاه. طب بالنسبه للانديميك نفس الاعراض بالظبط، بس بيبقى بصوره اخف شويه، يعني الحمى بدل ما هي السخونيه بدل ما هي عاليه قوي قوي قوي، لا هتقل شويه. والمورتاليتي بدل مثلا ما كانوا 10 هيموتوا، لا بقوا مثلا 3، يعني نسبه الوفيات اقل شويه من الابيديميك تايفوس. نلم السلايد دي سوا، يلا. الابيديميك عاملاها ريكيتسيا اسمها برويزيكي، الانديميك عاملاها ريكيتسيا اسمها تايفوس، الريزرفوار ابيديميك مان، الانديميك رات، فيكتور مع الايبي ابيديميك بادي لاوس، مع الانديميك رات فلي، المود اوف ترانسميشن اشهر حاجه البايتنج، ممكن يحصل كونتامينيشن، ممكن يحصل انهاليشن بالفيسس، الكلينيكال بيكتشر فيفر وراش وهيموريدج وسبلين وليفر انلارجمنت ومورتاليتي، والانديميك نفس الكلام بس الدنيا دي تبقى اخف شويه. طيب حلو قوي، نيجي للدايجنوزس، انا عايز اشخص المرض ده بقى، انا عايز اشخص ان قدامي ده عنده ايبيديميك تايفس او عنده انديميك تايفس. اول حاجه بستخدمها هي الايزوليشن، يعني اخد عينه واقوم ايه زرعاها، يعني دي معنى كلمه ايزوليشن. الموضوع ده بيتعمل في اول اسبوع during the first week، اهميته بتبقى يعني الموضوع ده بيبقى ليه اهميه في اول اسبوع، بعد كده يعني مش هيبقى ليه اهميه قوي. يبقى اول حاجه during the first week. طيب
بعمل انجكشن فين؟ قولوها انتوا لوحدكم من غير ما نبص. ايه الانجكشن؟ قلناها في اول السلايد خالص، اللي هي الحاجات اللي بتشبه الفيروسات فيها، يا اما يوكساك يا اما مايس يا اما جوانيه بيت يا اما تيشو كالتشر. يا قلناش حاجه جديده، بزرعهم فين؟ يا في يوكساك يا في مايس يا جوانيه بيت يا تيشو كالتشر. طيب انا زرعتهم حقنتهم جوه الحاجات دي، هتعرف عليها بايه؟ حاجه من حاجتين، يا اما بفيلم يا اما بسيرولوجي. سيرولوجي يعني انا بشوف الانتيجين والانتي بوديز. الفيلم ان انا بعرض يعني فيلم من الدم قدامي، دي طريقه معمليه يعني، دي طريقه تانية مكان الانتيجين والانتي بودي. خلاص بشوف كده ايه المظهر الخارجي للمزرعه عامل ازاي، دي معنى كلمه فيلم. تمام، يبقى انا اول حاجه بعملها الايزوليشن في اول اسبوع، بحقنها في يوكساك ومايس جوانيه والبيج او تيشو كاليتشر، بتعرف عليها يا اما بفيلم يا اما بسيرولوجي. طيب السيرولوجي ده هيبقى حاجه من حاجتين، يا اما نون سبيسيفيك تيست يا اما سبيسيفيك تيست. ثانيه واحده، يا اما سبيسيفيك تيست. نون سبيسيفيك تيست يعني ايه؟ يعني مش حاجه مخصصه للريكيتسيا بس، لا ممكن اعملها مع حاجات تانية، يعني تيست مش سبيشال للريكيتسيا، دي معنى كلمه نون سبيسيفيك. وفي حاجه اسمها سبيسيفيك. طيب النون سبيسيفيك تيست اللي عندي اسمه فيل فيليكس رياكشن. فيل فيليكس رياكشن الاسم ده مهم، يبقى السلايد دي اول حاجه فيها مهمه هي الكلمه دي فيل فيليكس رياكشن. ده عباره عن نون سبيسيفيك تيست بستخدمه عشان اتعرف على الريكيتسيا. طب السبيسيفيك تيست بقى هنجمعهم في كلمه كريبت، نعرضهم الاول عشان اقول لكم جبنا الكريبت دي منين. اول حاجه هي الكومبلمنت فيكسيشن تيست، تاني حاجه اسمها الريكيتسيا الاجلوتينيشن تيست، تالت حاجه اميونو فلوريسنس باسيف هيم اجلوتينيشن وتوكسين نيوتراليزيشن تيست. التفاصيل اللي تحت كل تيست من دول بيتعمل ازاي وليه وبتاع وكده مش هنخش فيها ومش هنتدرج ليها خالص، نحفظ بس ان هما ما نلخبطهمش مع نون سبيسيفيك بس، هنجمعهم في كلمه كريبت. سي فور كومبلمنت فيكسيشن تيست، الار للريكيتسيا الاجلوتينيشن تيست، الاي اميونو فلوريسنس، البي باسيف هيم اجلوتينيشن، والتي توكسين نيوتراليزيشن تيست. دي بتبقى كلها كل دول عباره عن اختبارات بستخدمها ان انا بعمل تجلط ما بين انتيجين وانتي بودي، وبشوف بتعرف بيها من في ساعتها على دي ريكيتسيا ولا بكتيريا ولا فيروس ولا ايه. كل واحد من دول ليه طريقه معينه خاصه بيه مش هنتدرج ليها دلوقتي، هنتدرج بس دلوقتي كلمتين سريعه على النون سبيسيفيك تيست اللي هو الفيل فيليكس رياكشن. الفيل فيليكس رياكشن ده بيبقى عباره عن رياكشنز بيحصل ما بين حاجتين، الانتي بوديز اللي الجسم بتاعي بيبدا ينتجها عشان يحارب الريكيتسيا، والبروتيس انتيجين. فاكرين البروتيس انتيجين هم اوكس 19 واوكس 2 والاوكس كي، انا باخدهم بقى باخدهم وبعمل رياكشن بينهم وبين الانتي بوديز اللي الجسم بيفرزهم عشان يحصل رياكشن ما بين. يبقى تاني ايه هو الفيل فيليكس رياكشن؟ ده عباره عن تفاعل ما بين الانتي بوديز اللي الجسم بتاعي بيبدا يطلعها عشان يحارب الريكيتسيا وبين البروتيس انتيجين اللي احنا قلناهم هما اوكس 19 اوكس 2 اوكس كي. دول عباره عن انتيجينز، وقلت لكم قبل كده كلمه انتيجين دي يعني زي الاي دي بتاع اي حاجه، بكتيريا فيروس ريكيتسيا، اي حاجه من دول بتطلع حاجه اسمها انتيجين تبقى خاصه بيها لوحدها، الجسم ساعتها بيتعرف على الانتيجين ده فبيطلع له انتي بودي ليه مخصوص. يعني ما ينفعش مثلا انتي بودي يكون طالع الانتيجين بتاع بكتيريا يجي يحارب الانتيجين بتاع الريكيتسيا، لا لازم يكون انتي بودي طالع من الاول عارف ان هو هيروح يحارب الاوكس 19 او الاوكس 2 او الاوكس كي. تمام كده. طيب معلومه مهمه قوي ان السيرولوجي ده لازم بيتعمل في الاسبوع الثاني، في الاسبوع الثاني. طب ليه في الاسبوع الثاني؟ لان الجسم بيبدا يفرز الانتي بوديز بتاعته بدايه من الاسبوع الثاني. يعني انا عملت السيرولوجي ده في الاسبوع الاول ولا ليه اي قيمه؟ تمام، نلم الدياجنوزس، نلم الدياجنوزس. الايزوليشن بيتم في اول اسبوع، انما السيرولوجي في ثاني اسبوع. الانجكشن الحته دي من اول سلايد قلنا بتتعمل في يوكساك جوانيا بيج او مايز او تشكليتشر، بتعرف بفيلم او سيرولوجي. السيرولوجي عندي حاجتين، يا اما نون سبيسيفيك تيست يا اما سبيسيفيك تيست. السبيسيفيك جمعناها في كلمه كريبت، نحفظهم بس كاسماء، كومبلمنت فيكسيشن، ريكيتسيا اجلوتينيشن، اميونو فلوريسنس، باسيف هيم اجلوتينيشن، توكسين نيوتراليزيشن. والنون سبيسيفيك هو الفيل فيليكس رياكشن، ده عباره عن رياكشن ما بين الانتي بوديز والبروتياس انتيجين. تمام كده كده تمام. اخر حاجه في الريكيتسيا البريفنشن وتريتمنت. البريفنشن بتاعي ازاي احمي نفسي ان انا يجيلي ريكيتسيا، يعني انا لسه ما جاليش ريكيتسيا انا عايزه امنع حدوثها، ان انا اتحكم في الفيكتورز. مين الفيكتورز؟ اللي هم البادي لاوس، اللي هم الرات فلي، كل دول ارش مبيدات ليهم عشان ما ينتشروش وينتشروا لي المرض. طب العلاج احنا عارفينه،
كلورامفينيكول وتتروسايكلين، قلنا في الاول ان هم حساسين ضد الكلورامفينيكول وتتروسايكلين، وكمان في تطعيم مخصوص للريكيتسيا. تمام كده الريكيتسيا تمام خلاص خلصناها. نخش على اللي بعده بقى، حاجه اسمها كوكسيليا برنيتي. كوكسيليا برنيتي، الكوكسيليا برنيتي دي هي حاجه شبه الريكيتسيا قوي 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 قوي، لدرجه ان انتوا لو عملتوا سيرش على النت وكده ممكن يطلع لكم مقالات عن الريكيتسيا مكان الكوكسيليا والكوكسيليا مكان الريكيتسيا من كتر ما هم شبه بعض قوي. طب هو في منهم ثلاث فروقات مجمعينهم في الجدول ده دلوقتي اهو. اول فرق بينهم ان الكوكسيليا ريزيستنت تو دراينج، يعني في طريقه للقتل كده اسمها دراينج او التجفيف. الريكيتسيا اقدر اقتلها بالطريقه دي، انما كوكسيليا لا ما اقدرش اقتلها بطريقه التجفيف دي. طيب تاني حاجه، احنا قلنا في الريكيتسيا في الاعراض بتاعتها انها بتعمل راش اللي هي الحبوب الحمراء اللي بتنطر في الجسم كله، لا الكوكسيليا ما بتعملش الموضوع ده. تالت حاجه، الريكيتسيا قلنا بتتنقل اشهر حاجه عن طريق اللدغات، الكوكسيليا ما بتتنقلش عن طريق الموضوع ده خلاص. الكوكسيليا مرض زونوزس، مرض حيواني اكتر من انه مرض تاني، يعني هو مرض زونوزس يعني بيتنقل عن طريق الحيوانات. تمام يبقى الريكيتسيا تاني قولي الفروقات بينهم. نون ريزيستنت دراينج يعني ممكن تتقتل بالتجفيف عادي، كوكسيليا لا. الريكيتسيا تتميز بالراش، الكوكسيليا ما عندهاش راش، الريكيتسيا بتتنقل عن طريق اللدغات او البايتس، الكوكسيليا ما بتتنقلش بموضوع البايتس ده. تمام كده. طيب الكوكسيليا برنيتي دي بتعمل لي مرض اسمه كيو فيفر. كيو فيفر احنا قلت لكم هو مرض زونوزس، يعني مرض موجود في الحيوانات. طيب الريزرفوار بتاعها مين؟ كاتل شيب كاملز، الاغنام والخروف والجمال والكلام ده كله. طيب سؤال كده، البروازيكي كان مين الريزرفوار بتاعها؟ الريكيتسيا بروازيكي. اكسلنت مان. طب الكوكسيلي الريكيتسيا مثلا تايفوس مين الريزرفوار بتاعها؟ رودنس. ما تفكروش اي حاجه تانية غير البروازيكي، قولوا على طول رودنس. هنا الريزرفوار المره دي حيوانات مش قوارض خلاص. طيب الانكيوبيشن بيريد بتاع الموضوع ده من اسبوع لثلاثه. الانكيوبيشن بيريد هي فتره الحضانه. طب يعني ايه تاني فتره الحضانه؟ هي الفتره اللي ما بين الاصابه بالمرض وظهور الاعراض، يعني انا ممكن النهارده اتصاب بمرض والاعراض تظهر عليا بكره، فكان الانكيوبيشن بيريد يوم واحد. طب انا اتصبت بمرض النهارده والاعراض ظهرت مثلا بعد 10 سنين زي مرض الايدز، يبقى الانكيوبيشن بيريد ساعتها بقت 10 سنين. فاهمين؟ يبقى هي الفتره ما بين الاصابه بالمرض وظهور الاعراض اسمها الانكيوبيشن بيريد 1 to 3 weeks. يعني انا النهارده ممكن اتصاب بكوكسيليا برنيتي دي والاعراض تظهر عليا بعد مثلا 3 اسابيع. فهمنا فكره الانكيوبيشن بيريد؟ طيب المود اوف ترانسميشن، قلنا مفيش بايتس المره دي، مفيش عضه. هناخد الطريقتين سوري هناخد الطريقه الثانيه اللي هي الانهيليشن اوف انيمال ايريسولز، يعني الايريسولز دي اللي هي الفيسز برضو، ان انا اتنفس او اشم الفيسز بتاع الحيوانات دي، انفكتد فيسز طبعا. تمام الايريسولز دي برضو بتبقى شامله مثلا البلاسينتا، لو مثلا حيوان اجهض ولا حاجه وكان انفكتد، لو شميت البلاسينتا او لمستها ولا حاجه وشمتها ده ممكن يقلل المرض. تاني حاجه هي الانجيشن بتاع انفكتد ميك، مش دلوقتي بتكلم على ماشيه واغنام وجاموس وبقر والكلام ده كله، يعني في ملك، الملك برضو بيبقى مصاب. يبقى انا لو شميت اي فيسز او شربت او كلت شربت اللبن بقى ده ممكن ينقل لي المرض ده. طيب الباثوجينيسيس، الباثوجينيسيس مختصرين في كلمتين، هي الفيولر ماكروفاج وكافر سيلز سيلز ان ليفر. هو ايه الالفيولر ماكروفاج وايه الكافر سيلز دي؟ الاثنين ماكروفاجز. كلمه الفيولر ماكروفاج او كافر سيل الاثنين ماكروفاجز. طيب انا معرفش انتوا خدتوا المعلومه دي ولا لا، بس كل الماكروفاج كل ما بيكون موجود في عضو معين في الجسم بياخد اسم العضو ده. يعني مثلا الماكروفاج لما بيبقى موجود في الدم بنسميه مونوسايت، الماكروفاج لما بيخش الليفر لما بيكون موجود في الليفر بنسميه كابر سيل، لما بيكون موجود في الالفيولاي بتاعه الرئه، الرئه اللي هي بيبقى فيها حويصلات في الاخر اللي هي بتتبادل الاكسجين مع كربون دايوكسيد والكلام ده اسمها الفيولاي، حتى في الريسبيراتوري اعتقد ماشي. الماكروفاج بتبقى موجوده في الاكياس دي بنسميها الفيولار ماكروفاجز، وده شكلها، ادي شكل الالفيولار، ادي شكل الالفيولاي والجزء اللي تحت ده هو الالفيولار ماكروفاج، وادي شكل الكابر سيل هي الماكروفاج جاي ايه تلتهم حاجه سيل مش تمام عايزين ايه نتخلص منها.
بقى الماكروفاج اصلا وظيفته فاجوسايتوزس. يبقى دي في كلمه فكره الكيو الباثوجينيسيس بتاع الكيو فيفر، ان بيبقى عندي حاجه اسمها الفيولار ماكروفاج وكفر سيل بتتنشط فبتبدا تبلع لي الكوكسيلا بيرنيتي دي، بتبدا تقعد تبلعهم وتبلع اي خليه هم اذوها. يبقى الكيو فيفر موجوده في الاغنام والماشيه والكلام ده كله، الانكيوبيشن بيري بتاعتها من اسبوع لثلاثه بتتنقل عن طريق التنفس او اكل اللبن، والباثوجينيسيس متلخص في كلمتين الفيولار ماكروفاج وكفر سيلز في الليفر. تمام كده؟ طيب الكيو فيفر حاجه من حاجتين، يا اما اكيوت يا اما كرونيك. طب يعني ايه اكيوت يعني ايه كرونيك؟ اكيوت يعني انا دلوقتي في ذروه المرض، يعني انا دلوقتي لسه متصابه بالحمى دي فظاهر عليا الاعراض ايه يعني شديده قوي. امال كرونيك؟ لا بقى مرض مزمن يعني بقى قاعد معايا مده طويله. طيب لسه ظاهر عليا يعني مده اقل من 6 شهور، less than 6 months يبقى ده اكيوت، more than 6 months يبقى ده كرونيك. يبقى انا لو جالي مريض النهارده وعنده الكيو فيفر ده بقى له 4 شهور يبقى ده كده اسمه اكيوت، بيبقى في ذروه المرض. طيب لو جالي بعد مثلا 7 شهور لا انت كده خلاص بقيت كرونيك. الفرق وصل؟ طيب البري ديسبوزنج فاكتورز، ايه العوامل اللي بتساعد ان المريض يخش في اكيوت كيو فيفر او كرونيك كيو فيفر؟ بالنسبه للاكيوت مفيش اي عوامل مسبقه خالص، مجرد ما بيشم الكوكسيلا بيرنيتي دي في الفيسز بتاع الحيوانات او بيشرب اللبن خلاص بيجيله الاكيوت كيو فيفر، مفيش عوامل بتساعد الموضوع انها تحفزه او تقلله او الكلام ده. امال الكرونيك ايه اللي بيخلي الاكيوت يوصل لمرحله الكرونيك بدل ما كان اقل من 6 شهور يعدي 6 شهور؟ ان البيشنت ده يكون تعبان، مناعته واقعه، اميونو كومبرومايز، او كانت ست حامل بريجننت. ده بيساعد ان الموضوع يخش في مرحله الكرونيك دي. طيب نيجي بعد كده للمين مانيفستيشنز، ايه هي الاعراض الاساسيه في فتره الاكيوت والكرونيك؟ بالنسبه للاكيوت الاعراض الاساسيه ايه مع ايه؟ ماشي، اتيبيكال نيمونيا. اتيبيكال نيمونيا يعني التهاب في الرئه، التهاب في الرئه والليفر كمان. طب نسكمها ازاي؟ مش انا قلت لكم في الباثوجينيسيس في حاجه اسمها الفيولر ماكروفاج وحاجه اسمها كفر سيلز في الليفر، يبقى في المكانين اللي موجودين فيهم الماكروفاج هم دول اللي هيحصل فيهم الالتهابات، اللي هي الرئه اتيبيكال نيمونيا. نيمونيا دي مفيش حاجه اسمها لانجايتس، عشان مفيش التهاب الرئه ما اسموش لانجايتس، دايما ايتس دي بنحطها في التهاب اي حاجه اسمها نيمونيا خلاص. والكابر سيل عشان كده حطينا مكانها الهيباتايتس خلاص. دي المين مانيفيستيشن في الاكيوت. طب ما نخش مرحله الكرونيك، هناخد عضو تاني هو القلب. انا خلاص خدت المره دي الرئه والكبد، هاخد المره دي القلب. اندوكاردايتس، التهاب من جوه. انتوا خدتوا الفرق بين الاندوكاردايتس والمايوكاردايتس والبريكاردايتس. المايوكاردايتس اللي هو التهاب في عضله القلب نفسها في المسلز، البيري في اللي هو الغشاء اللي محاوط اللي هو البريكارديوم محاوط القلب من بره، الاندو اللي هو من جوه الاندوثيليوم بتاع القلب من جوه خلاص. يبقى الاندوكاردايتس هيحصل التهاب فيه، والفيفر هيطول بقى، بدل ما كان فيفر قصير في فتره الاكيوت لا هيبقى الفيفر قاعد معايا مده طويله، ما انا خلاص دخلت في كرونيك. تمام كده؟ طيب نيجي بقى للاوكيجنال مانيفستيشن. الاوكيجنال مانيفستيشن دي يعني مش دايما بتحصل، يعني احيانا بتحصل واحيانا لا. المين مانيفستيشن زي دي الاعراض الاساسيه، الاوكيجنال دي احيانا بتبقى موجوده في بعض المرضى ومرضى ثانيه مش موجوده فيهم، مش اساسيه يعني. ساعتها هنودي الهيباتيتس مع الكرونيك، وهنجيب القلب هنا المره دي نحطه مع الاكيوت، بس بدل ما كان اندوكاردايتس هيبقى مايو وبيريكاردايتس. مايو وبريكاردايتس. يبقى دلوقتي اللي عملته دلوقتي في الاوكيجنال ايه؟ ان انا بدلت عرضين، الهيباتيتس بدل ما كان تبع الاكيوت وديته تبع الكرونيك، وخدت القلب وديته للاكيوت، تحديدا مايوكاردايتس وبريكاردايتس. طب في الاوكيجنال دي عايزين نخلي كل واحده برضو الاكيوت والكرونيك عايزين يتميزوا بعضو لوحدهم. الاكيوت قالت انا هاخد العقل المخ، والكرونيك قالت انا هاخد العظم. يبقى الاكيوت خدت العقل والكرونيك خدت العظم. الاكيوت هتعمل التهاب اسمه مينينجيوم كيفالايتس، التهاب في المينينجيز. المينينجيز ده اللي هو زي سائل كده بيحاوط المخ، هتاخدوه في مديول السي ان اس. الاوستيومايتس هيحصل التهاب في العظم اسمه اوستيومايتس. اوستيو دي يعني عظام، جاي من كلمه عظم. ماشي؟ طيب نقول ايه المانيفستيشن الثاني كده؟ الاكيوت خدت الرئه والكبد، اتيبيكال نيمونيا وهيباتايتس، انما الكرونيك خدت اندوكارديتس وطولت الفيفر شويه. بعد كده هنبدل الهيباتيتس ونوديه للكرونيك، والقلب هنوديه للاكيوت، دي في مرحله الاوكيجنال، وهيتميزوا بعضوين مختلفين. الاكيوت قالت هاخد المخ هعمل فيه مننجيوم كيفالايتس، والكرونيك هتاخد العظمه تعمل فيه اوستيومايلايتس. نيجي بعد كده للبلاد كالتشر، لو عملت مزرعه هلاقي الاثنين نيجاتيف في مرحله الاكيوت والكرونيك، الاثنين هيبقوا نيجاتيف. طب اتعرف عليهم ازاي؟ الاكيوت هتعرف عليها بحاجه اسمها فيز 2
كوكسيل بيرونيتي انتي بودي، والكورونيك هنتعرف عليها بحاجه اسمها فيز 1 كوكسيل بيرونيتي انتي بودي. هو ايه الفيز 2 وايه الفيز 1؟ بالراحه خالص كده، من الاخر الخليه بتاعتي بعد ما بتتصاب بالكوكسيلا بيرونيتي دي، الخليه من بره فيها طبقه اللي هي البلازما ميمبرين، بيبقى فيها حاجه اسمها لايبو بوليساكرايد. اللايبو بوليساكرايد ده بيحصل فيه تغير، شكله بيتغير شويه، التغير ده بنسميه فيس فاريشن. هم العلماء سموه كده، التغير في الطبقه الخارجيه بتاعت البلازما ميمبرين دي في اللايبو بوليساكرايد تحديدا بيسموه فيس فاريشن. الفيس فاريشن ده يا اما فيز 1 يا اما فيز 2. لو كان فيز 2 يعني تغير مختلف عن فيز 1، التغير مثلا ده شكل دوريه ده شكل مربع مثلا، يعني عشان الفكره تكون واصله. الفيز 2 هيبقى تبع الاكيوت، الفيز 1 تبع الكرونيك. خلاص كده، في انتي بودي بيطلع ضد فيز 2، لو شفته خلاص يبقى دي بقت اكيوت. في انتي بودي بيطلع ضد فيز 1، لو شفته يبقى ده كرونيك. خلاص كده عرفنا بنتعرف هو المريض ده في حاله اكيوت ولا في كرونيك ازاي، عن طريق الفيز 1 وفيز 2 دي انتي بودز. ماشي كده. العلاج طول ما احنا ماشيين تتروسايكلين، طول ما احنا ماشيين تتروسايكلين، بس في حاله الاكيوت هاخده لمده كام يوم، ما هو اقل من 6 مانثس بقى، ممكن يبقى كام اسبوع بس. انما الكورونيك ما هو اكتر من 6 مانثس، فهاخد التتروسايكلين ده لمده شهور. تمام كده، يبقى الكيو فيفر عندي يا اما اكيوت يا كرونيك. الديوريشن بتاع الاكيوت اقل من 6 شهور، انما الكورونيك اكتر من 6 شهور. البريسبوزنج فاكتور الكورونيك بيجي مع الناس اللي مناعتها واقعه، المانيفستيشنز هنا خد الرئه والكبد، وبعد كده ادى الكبد للكرونيك، هنا خد القلب والفيفر، بعد كده ودى القلب للاكيوت، هنا خد المخ وهنا خد العظم. البلاد كلتشر نيجاتيف، السيرولوجي بيبقى فيه هنا حاجه اسمها فيز 2، هنا في حاجه اسمها فيز 1، والعلاج بيبقى تتروسايكلين. طيب نيجي للدياجنوزس، بشخص المرض ده ازاي؟ باخد العينه بتاعتي الاول يا اما من البلد يا اما السي اس اف يا اما ليفر بايوبسي. باخد من الدم او السي اس اف اللي هو ده سائل بيبقى موجود في المخ برده، او باخد عينه من الكبد. خلاص كده. طيب بعد كده ممكن اعمل حاجه اسمها دايركت ديتكشن، يعني انا خلاص خدت العينه، بدل ما اقعد اعمل مزرعه بقى وبتاع والليله دي كلها، ممكن ابص اتعرف عليه على طول بحاجه من حاجتين، يا اميونو فلورسنس يا بي سي ار. الاميونو فلورسنس ده اللي هو الصوره اللي انتم شايفينها دي، بحط ده عباره عن نوع من انواع الميكروسكوبات بيوريني الحاجه باللون الفسفوري كده، فانا بتعرف عليها بالشكل الفسفوري بتاعها، باللون الفسفوري بتاعها والشكل بتاعها بالاميونو فلورسنس كده، فبقدر اتعرف على الانتي بودز ساعتها والانتيجين والكلام ده. انما بالبي سي ار بتعرف على الدي ان ايه بتاع الكوكسيلا دي، بدخل ده جهاز اسمه بي سي ار، بندخل فيه الحاجه بيطلع لي ساعتها نتيجه الدي ان ايه والار ان ايه والكلام ده كله. دي اول طريق. تاني طريقه انا عايزه ايه، اطور على نفسي، اعمل المزرعه بقى. هزرع في ايه؟ بصوا مفيش حاجه جديده خالص، جوانيه بيج مايس تيشو كالتشر، جوانيه بيج مايس تيشو كالتشر. تمام، وبتعرف بالسيرولوجي نفس الكلام اللي قلناه قبل كده. السيرولوجي بقى المره دي بس ايه، عندي فيه كلمتين، انا ما باخدش عينه واحده، باخد عينتين. عينه في الاول خالص بدري، اول ما الانسان بيجي لي اخد منه عينه، بعد كده باخد منه عينه تانية بعد حوالي من اسبوعين لاربعه، العينه التانية. طيب لو حصل ارتفاع 4 أضعاف في الرقم معين كده، هو بيبقى متحدد في الشريط في المعمل، يعني 4 أضعاف، خلاص كده انا عرفت ان هو عنده كوكسيلا بيرونيتي. يعني مثلا بيبقوا حاطين مثلا رقم 50، لو ال 50 ده تضاعفت 4 مرات يبقى الانسان ده عنده كوكسيلا بيرونيتي، دي خلاص دايجنوستيك. قلنا خلاص انتي فيز 2 دي مع الاكيوت، وانتي فيز 1 ده مع الكرونيك. لو انا شفت انتي بوديز لفيز 2 يبقى دي اكيوت، لو شفت انتي بوديز لفيز 1 بيبقى كرونيك. خلاص دي كده بعمل دايجنوزس ازاي. البريفنشن بقى انا قلت ازاي، يا اما بشم صح يا اما بشرب اللبن، يبقى انا اعمل بسطره للبن ده كويس قبل ما اشربه. تاني حاجه بيبقى فيه فاكسينات بديها للناس اللي بتشتغل وسط الكائنات دي، زي مثلا المزارعين والفلاحين، زي مثلا الدكاتره البيطريه، الكلام ده كله بياخدوا تطعيم مخصص للكوكسيلا بيرونيتي ده. والعلاج تتروسايكلين، انا ما قلناش حاجه لحد دلوقتي، كل الكلام متكرر، تتروسايكلين تتروسايكلين تتروسايكلين. خلاص كده، كده خلصنا كمان الكوكسيلا بيرونيتي. نخش على اللي بعده بقى، فاضل حرفيا دي كده خلاص خلصنا محاضره. المحاضره بقى الثانيه اللي هي الاخيره هنجمعها بالظبط في 4 سلايدات، ركزوا بس معايا وان شاء الله هنكون خلصنا خالص. المحاضره الثانيه بتتكلم عن الهربس فيروس. الهربس فيروس ده نوع من انواع الفيروسات عندها صفه مميزه قوي، انها بتقدر تعمل حاجه اسمها ليتنت انفكشن،
يعني ايه ميتنت انفكشن؟ يعني انا خلاص جيت اصبت الانسان ده وهو جاله اعراض وبتاع وتعب والكلام ده كله، بعد كده بقى الماكروفاج وانتي باز تطلع بقى وتهاجم الفيروس ده. الفيروس ده شويه منهم بيخشوا بيروحوا كده يستخبوا في عضو في جسم الانسان، عشان لو مثلا الانسان ده تعرض لعوامل محفزه بعد كده الفيروس ده يطلع تاني. زي مثلا الهيربس ده، عارفين كده في الشتاء الناس اللي بيجي لها حبوب حوالين شفايفهم بيبقى هيربس. ده بيبقى عباره عن ايه؟ الهيربس ده بيبقى استخبى في حته في الجسم، ساعه ما الانسان ده بيتعرض بقى ايه لانخفاض شديد في درجه الحراره، لو تعرض لتوتر، في كده عوامل محفزه هتاخدوها قدام ان شاء الله بتساعد ان الفيروس ده ينزل يطلع في الدم تاني ويعيد الاعراض تاني. تمام، يبقى دي اول صفه فيها انها عم بتتميز بحاجه اسمها ليتنت انفكشن. تاني حاجه سسبتبل تو انتي فيرال كيموثيرابي، يعني انا ليها ادويه ممكن تقتلها اللي هي الانتي فيرال كيموثيرابي دي. طيب عايزين نعرف جنرال كاركترز عنها كده، ايه صفاتها الهيربس فيروس دي؟ اول حاجه انها انفلوبد، يعني حواليها غلاف، دي دبل ستراند دبل سنجل ستراند دي ان اي فيروس ويز كيوبيكال كابز، يعني هي دي ان اي مش ار ان اي فيروس، يعني دي المهمه في الجمله دي، هي حواليها غلاف وهي وعندها كمان كابس، ده بيبقى نوع من انواع الاغلفه برده، شكله كيوبيكال شكل الكيوب مش مهم، المهم من الجمله دي كلها تعرفوا ان هو دي ان اي فيروس مش ار ان اي فيروس، دي ان اي. طيب تاني حاجه ان الانفلوب بتاعها ده مش انا بقول لكم هي بيبقى حواليها غلاف، هي ما بتبقاش مولوده بيه كده ومخلوقه بيه طبيعي، لا هي بعد ما بتخش جسم الانسان بتقوم داخله على النيوكليوس بتاعه خليه منهم، سحبه جزء من النيوكليار ممبرين وعامله لنفسها غلاف، فاهمين؟ يعني هي بتخش جوه الخليه، الخليه جواها نيوكليوس، جواها نواه، والنيوكليوس ده حواليه نيوكليار ممبرين، حواليه غشاء، بتقوم سحبه حته منه وعاملاها لنفسها انفلوب. فهمتوا الانفلوب بتاعها جه منين؟ طيب تاني حاجه انها فيري سنسيتيف تو هيت، يعني مجرد بس ما بتتعرض لشويه حراره بتموت، مجرد ما بتتسخن شويه بتموت. رابع حاجه انها بتعملي حاجه اسمها انكلوجن بوديز، بتبقى لارج اسيدوفيليك وانتراسيلولر. ايه الانكلوجن بوديز دي؟ الانكلوجن بوديز دي عباره عن اجريجيشنز من البروتينز، يعني مثلا حته بروتين على حته بروتين على حته بروتين اتكوروا حوالين بعض كده وفضلوا جوه الخليه، بيعملوا حاجه اسمها انكلوجن بودي. تمام، ده معنى كلمه انكلوجن بودي، هي بتعمل حاجه اسمها انكلوجن بوديز. طيب دي جه صفات الهيربس فيروس، احنا هناخد في اخر المحاضره حاجه اسمها بارفو فيروسز، ليها صفات مختلفه بس شويه عنها، هنقولها سريعا كده عشان ايه يبقى خلصنا من الشكل بتاعهم كله. البايرو فيروس هو نفس الكلام، بس بدل كلمه دي دبل سنجل ستراند دي ان اي، لا هيبقى سنجل ستراند دي ان اي فيروس. تمام، سنجل ستراند بدل ما دبل سنجل، وهو كان هنا عنده كيوبيكال كابس، هنا حاجه اسمها ايكوزا هيدرال كابس. ايكوزا هيدرال ده بيبقى شكل كده ايه، بصوا بيبقى عامل كده، فاهمين، سداسي شويه، بيبقى شكله سداسي سيجنال كده شويه. ما علينا من التفاصيل اللي ملهاش لازمه دي، ايه المهمه في السلايد؟ ان الهيربس بتعمل حاجه اسمها نيتنت انفكشن، بتحارب الانتي فيرال كيموثيرابي، انها دي ان اي فيروسز هي والبارفو فيروسز، وبتاخد الانفلوب بتاعها من نيوكليار ميمبرين وبتعمل انكلوجن بودز. ده المهم في السلايد دي. طيب الهيربس فيروس دي هما ثلاث عائلات، عيله اسمها الفا، عيله اسمها بيتا، عيله اسمها جاما. الفا بيتا جاما، الفا بيتا جاما. الالفا عيله الالفا بتحب، مش انا قلت لكم بتعمل حاجه اسمها ليتنت انفكشن، يعني بتستخبى جوه عضو في جسم الانسان. الالفا بتحب تستخبى جوه الاعصاب، فهي اسمها نيوروتروبيك فيروسز، نيوروتروبيك. البيتا بتحب تستخبى في الغدد اللعابيه اللي هي اسمها ساليفري جلاند. الجاما بتحب تستخبى في الليمف، في الجهاز الليمفاوي، فاسمها الليمفوتروبيك. يبقى الالفا بتحب تستخبى في الاعصاب فاسمها نيوروتروبيك، البيتا في الساليفري جلاند، الجاما في الليمفوتروفيك. الالفا هم ثلاث فيروسات، هيربس سيمبلكس 1 و2 وفاريسيلا زوستر. الالفا حاجتين، ثلاث حاجات، هيربس سيمبلكس 1 و2 وفاريسيلا زوستر. البيتا ثلاثه برضو، سايتوميجالو وهيومن هيربس 6 و7. سايتوميجالو وهيومن هيربس 6 و7. الجاما هما 2، ايبشتاين بار وده اللي هناخده دلوقتي، وهيومن هيربس 8. نقول تاني، الالفا 3، هيربس سيمبلكس 1 و2 وفاريسيلا زوستر. البيتا 3، سايتوميجالو وهيومن هيربس 6 و7. الجاما ايبشتاين بار وهيومن هيربس 8. تمام كده؟ ان شاء الله اسمها تكون اتحفظت. الالفا بتقعد في الاعصاب، البيتا بتحب تقعد في السليفري جلاند، الجاما بتحب تقعد في النمف. ماشي، الايبشتاين بار هنقارنه مع البارفو فيروس ونكون خلصنا.
مش تايم فار فيروس ده اللي هو كان ايه بقى، كان الفا ولا بيتا ولا جاما؟ اكسلنت، جاما، اللي هي بتحب تقعد فين؟ في الليمف. ليه اسماء تانية، اسمه جلاندولار فيفر، جلاندولار فيفر، اسم تاني اسمه انفكشوس مونونيوكليوزس، الاسم التالت اسمه كيسنج ديزيز. يبقى هو ليه ثلاث اسماء، جلاندولار فيفر، انفكشوس مونونيوكليوزس، كيسنج ديزيز. جميل. بيتنقل عن طريق السلايفا، عن طريق اللعاب، عشان كده اسمه كيسنج ديزيز. يعني ممكن لو حد جه بس طفل ولا حاجه ممكن ينقل عن طريق لعابه المرض ده للطفل ده، عشان كده بيبقى اسمه مرض كيسنج ديزيز، بيتنقل عن طريق اللعاب. طيب الطفل ده لو لمس اللعاب او دخل جوه بقه باي طريقه من الطرق ايا كان، فالمرض بيبدا ساعتها في الاوروفارينكس اللي هي منطقه الفم بالفارينكس بالبلعوم. المرض هيبدا في المنطقه دي، بعد كده بيروح جاري على البي ليمفوسايتس. يبقى هو بيبدا في الاوروفارينكس، بعد كده بيروح على جاري على مين؟ على البي ليمفوسايتس، وبيريمين ليتنت. الجمله دي مش جديده، بيحب يفضل ليتنت يعني بيفضل مستخبي في الليمفوسايتس. بعد كده بيظهر لي حاجه اسمها اي بي ان اي، ايبشتاين بار نيوكليير انتيجين، الانتيجين اللي هو الاي دي بتاع الايبشتاين بار فيروس ده، بيطلعوا انتيجين بتطلع على النيوكليس بتاعه الفيروس ده. اول ما بيطلعوا الانتيجين ده بيبدا يتفرز منها، فالجهاز المناعي بيتحفز، تحديدا التي ليمفوسايتس. التي ليمفوسايتس بتروح تحارب الاي بي ان اي ده. التي ليمفوسايتس لما تروح تحارب الانتيجين ده بتتحول لحاجه اسمها اتيبيكال تي ليمفوسايتس. اتيبيكال يعني مش الشكل المثالي بتاعها، يعني مثلا التي ليمفوسايتس مثلا لو شكلها مدور بتتحول مثلا لشكل مثلث. يعني انا ممكن لو ساعتها خدت عينه دم من الشخص ده وشفت تي ليمفوسايت على شكل مثلثات، خلاص عرفت ساعتها ان هو عنده ايبشتاين بار فيروس. فهمتوا كلمه اتيبيكال تي ليمفوسايتس يعني ايه؟ يعني تي ليمفوسايتس غيرت من شكلها. طيب البارفو فيروس ايه اللي يهمني في الباثوجنز بتاعته؟ البارفو فيروس دول لهم علاج كبير قوي، انواع كثيره قوي قوي. النوع الوحيد منهم اللي بيأذي الانسان او بيسبب مرض الانسان هو نوع اسمه بي 19، ده النوع الوحيد اللي بيعمل مرض الانسان. تاني حاجه هو بيستهدف خليه اسمها اريثرويد لينج سيلز. يعني ايه اريثرويد لينج سيلز دي؟ عارفين الريد بلاد سيلز بتاعتنا طالعه من الخليه الام اسمها مايلويد ستيم سيل، دي خليه بتتفرز من النخاع العظمي. المايلويد ستيم سيلز دي لو تعرضت لعوامل معينه خلتها بدل ما تفرز ريد بلاد سيل، بدل ما تنتج قصدي ريد بلاد سيلز، ممكن تنتج خليه ثانيه اسمها اريثرويد لينج سيلز دي. تمام. هو بقى البارو فيروس بيحب يروح يقعد في الخليه دي. طيب الانكيوبيشن بيريود بتاعه الايبشتاين بار فيروس من 4 ل 20 يوم، من 4 ل 20 يوم. طيب نلم الجزء ده تاني عشان نخش على اللي بعده. الايبشتاين بار فيروس له ثلاث اسماء، جلاندولار فيفر، انفكشوس مونونيوكليوزس، كيسنج ديزيز. بيتنقل عن طريق السلايفا، بيبدا في الاوروفارينكس، بعد كده بيروح على البي ليمفوسايتس، بيقعد ليتنت، بيظهر حاجه اسمها ابنه التي ليمفوسايتس بتحاربها وتتحول لحاجه اسمها تيبيكال تي ليمفوسايتس، وبيقعد من 4 ل 20 يوم عشان الاعراض تبدا تظهر بعد كده. البارفو فيروس النوع اللي بيصيب الانسان اسمه بي 19، وبيستهدف خليه اسمها اريثرويد لينج سيلز. جميل. نيجي للكلينيكال بيكتشر. الايبشتاين بار فيروس بيعمل لي اعراض زيه زي اي، يعني ايه زيها زي اي حمى، او قريب على فكره من الاعراض اللي احنا قلناها قبل كده. بيحصل سور ثروت، احتقان في الزور، فيفر، سخونيه، ولينف ادينوباسي، تضخم في الغدد الليمفاويه. الليمف ادينوباسي اللي هي الليمف جلاندز دي بيحصل فيها تضخم، تحديدا السيرفايكال والاكزيلاري اللي هي بتبقى جنب الرقبه وتحت الابط، تحديدا هما الاثنين دول اللي بيحصل فيهم تضخم. ماشي. طيب تاني حاجه مميزه للايبشتاين بار فيروس ده، وطبعا مش بتحصل مع كل الحالات لا قدر الله، يعني ان هو بيعمل نوعين من الكانسر، نوع اسمه بيركت لينفوما ونوع اسمه نيزوفارينجيال كارسينوما. بيركت لينفوما ونيزوفارينجيال كارسينوما، تمام. دول نوعين من الكانسرز اللي الايبشتاين بار فيروس ده بيعملهم. طبعا يهمني دلوقتي النيزوفارينجيال كارسينوما لانه مرتبط اكتر باللي احنا بنتكلم عن هو المرض بيجي في الاوروفارينكس والكلام ده كله. طيب امال البارفو فيروس بيعمل لي مرض اسمه اريثيما انفكشيوزم، اريثيما انفكشيوزم، او المرض اسمه فيفس ديزيز، او كومن شايلد راش، او سلاب شيك ابيرنس. ليه اربع اسماء؟ شايفين منظر الطفل ده؟ سلاب شيك يعني كان الطفل ما يعني ايه واخد قلم على وشه. سلاب دي يعني لما تصفى حد على وشه كده فهو كانه واخد قلم. تاني حاجه اسمها كومن شايلد راش، ما هو تشايلد قدامنا، هو عنده راش، عنده احمرار في وشه كله. في اريثيما انفكشيوزم هتاخدوها في الجلديه، كلمه اريثيما يعني منطقه من الجلد حصل فيها احمرار زياده عن اللزوم، يعني كلمه اريثيما. وانفكشيوزم اللي بتحصل عن طريق عدوى.
ماشي. يبقى هو ده اول مرض بيحصل بالباربو فيروس. ده الجمله دي مهمه جدا جدا جدا. المرض ده الريسيما انفكشيوزم فيفث ديزيز كومن تشايلد راش سلاب تشيك ابييرنس. تاني حاجه ممكن يحصل حاجه اسمها ترانزيت ابلاستيك كرايسيس. يعني ايه ترانزيت ابلاستيك كرايسيس؟ يعني من الاخر كده الجسم يبدا يتجنن ويقول دلوقتي انا مش هطلع ار بي سيز، انا هوقف انتاج الار بي سيز دلوقتي. فالجسم ممكن يخش مني في انيميا، تمام؟ فهو بيحصل قوي مع الباربو فيروس ده، الجسم يقول انا دلوقتي مش هطلع اي ار بي سيز. تالت حاجه بقى اللي هو ممكن يحصل في تلدس بالذات في البريجننت وومن، يعني الباربو فيروس ده لو جه لواحده حامل ممكن يسبب لها وفاه. لو جه لواحده حامل يسبب لها وفاه. طيب نقول تاني كالاعراض الكلينيكال بيكتشر اللي مش تايم بار بيحصل فيه ثيروسروت وفيفر والليفاندروباسي ونوعين من الكارسينوما. الليفاندروباسي بيحصل في السيرفايكر والاكسلري، الكارسينوما اللي هي البركت ليمفوما ونيزوفارينجيال كارسينوما. هنا المرض المشهور قوي اسمه ريسيما انفكشيوزم، واسمه التانية دي نعرفها، وممكن يحصل ترانزيت ابلاستيك كرايسيس يعني الار بي سيز ما تنتجش وممكن يحصل وفاه. نيجي للدايجنوزس بقى. اول حاجه بالنسبه للايبشتاين بار فيروس ممكن نتعرف عليه بحاجه اسمها هيماتولوجيكال كرايتيريا، هنفهمها في السلايد الجاي. تاني حاجه ممكن اتعرف عليها بالار ان بالدي ان اي بتاعه، انا عايز اشوف الدي ان اي بتاعه، واي دي ان اي في الدنيا بشوفه يا اما بي سي ار يا اما بطريقه ثانيه اسمها هايبريدايزيشن ميثود اللي هي طريقه الهجين. دي خدتوها اعتقد في ثانوي. طيب ودي ادق طريقه في الطرق الاربعه اللي احنا كاتبينها دي. يبقى احسن طريقه عشان اتعرف على الايبشتاين بار فيروس هي الديتكشن بتاع الدي ان اي. تالت طريقه هي السيرولوجي ودي هناخدها في السلايد الجايه. رابع حاجه اسمها الفيروس ايزوليشن، والموضوع ده بيبقى صعب قوي ان انا اخد عينه اسحب الفيروس من الدم او الكلام ده كله واروح اعمل له مزرعه والكلام ده كله، ده الموضوع ده كله صعب صعب قوي يعني. ماشي. طيب بالنسبه للباربو فيروس نفس الكلام، ممكن اعمل ديتكشن للفيرال دي ان اي بي سي ار او هايبريدايزيشن، وعندي سيرولوجي برده. وفي طريقه مختلفه اسمها ديتكشن للفيرال انتيجين، ان انا ممكن اشوف الانتيجين اللي هو الاي دي بتاعه يعني. ماشي. الجمله الاخيره دي بقى مهمه قوي، ركزوا عليها. نو فيروس ايزوليشن از ذا ديفيكلت تو جروم. يعني ممكن يجي سؤال في الحته دي، مين فيهم اللي بيعمل فيروس ايزوليشن او تشوز في كام سي كيو؟ يعني افتكر الباربو فيروس ما اقدرش اعمل فيه الفيروس ايزوليشن. كل اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده ممكن اعمل فيه ايزوليشن عادي جدا، انما الباربو ما اقدرش لانه بيبقى صعب قوي قوي بقى. يعني الايبشتاين بار صعب شويه، الباربو فيروس صعب قوي 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 ان انا اعمل له ايزوليشن. تمام. نلم الجدول ده بسرعه كده. الايبشتاين بار فيروس انساش ان هو اسمه كيسنج ديزيز، ده من الاشياء المشهوره بتيجي قوي في الاسئله يعني، وانفكشوس مونوكلوزس وجلاندولار فيفر. الاسماء مهمه، احفظوا الاسماء لان ممكن يجيب سؤال يقول لك مثلا جلاندولار فيفر ترانسميتد باي مثلا كذا، فما نحفظش الايبشتاين بار فيروس بس، نحفظ باقي اسمائهم. بيتنقل عن طريق السلايفا، بيبدا في الاوروفارينكس بعد كده يستهدف البي لينفوسايتس، بيعمل ليتنت انفكشن، بيطلع حاجه اسمها ابنه، فالتي لينفوسايتس بتحاربها تتحول لاتيبيكال تي لينفوسايتس، وبيقعد من 24 يوم عشان يظهر الاعراض. الباربو فيروس النوع اللي بيأذي الانسان اسمه بي 19 وبيستهدف الارثرويد لينج سيلز. كلينيكال بيكتشر الليمفاتينوباسي بيحصل تحديدا في السيرفايكال والاكزيلري ريجن. بعد كده الليمف ادينوباسي بيحصل تحديدا في السيرفايكال والاكزيلري ريجنز، وبيعمل نوعين من الكارسينوما اسمها بيركت ليمفوما ونيزوفارينجيال كارسينوما. ده الكلام المهم في السلايدات دي. ماشي. الباربو فيروس بيعمل لي مرض اسمه اريسيما انفكشيوزم، واحفظ باقي اسمائه، ترانزيت ابلاستيك كرايسيس، وفي تلدس تحديدا في البريجننت وومن. الدياجنوزس المتفق ما بين الاثنين الديتكشن بالفيرال دي ان اي والسيرولوجي. الايبشتاين بار عندها طريقه مختلفه اسمها هيماتولوجيكال كرايتيريا، والباربو فيروس عندها طريقه مختلفه اسمها ديتكشن اوف فيرال انتيجين. مين اللي بيعمل ايزوليشن؟ الايبشتاين بار فيروس بس. ماشي. اخر حاجه بقى نقولها يلا هي الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، الهيماتولوجيكال كرايتيريا والكلام ده كله. بس هتكلم على حاجات تخص الايبشتاين بار فيروس بس. ايه هي الهيماتولوجيكال كرايتيريا؟ يعني حاجات معينه بشوفها في الدم بعرف فيها هو ده ايبشتاين بار فيروس ولا لا. من الحاجات اللي بيتميز بيها الايبشتاين بار فيروس ان هو بيحصل حاجه في الاسماء اليوكوبينيا، بعد كده بيحصل حاجه اسمها سوري معلش على المقاطعه دي. تاني بيحصل حاجه اسمها ليوكوبينيا، وراها على طول حاجه اسمها ليوكوسايتوزس. ليوكوبينيا يعني ايه؟ يعني انخفاض شديد في الرقم بتاع الليمفوسايتس، عدد الليمفوسايتس بيقل قوي، وبعد كده مره واحده يقوم زايد قوي. دي صفه من صفات الايبشتاين بار فيروس بتحصل في الدم، ليوكوبينيا وراها ليوكوسايتوزس. تاني حاجه ان انا بشوف في الفيلم في البلد بتاعه
بشوف اللي هي اللارج اتيبيكال ليمفوسايتس والمونونيوكلير سيلز. مش انا قلت لكم ان التي ليمفوسايتس بتتحول لحاجه اسمها اتيبيكال تي ليمفوسايتس؟ الخلايا دي لما بشوفها بنسميها الجلاندولار فيفر سيلز، جلاندولار فيفر سيلز. ودي حاجات مميزه اللي بيشتغل بار فيروس. يبقى الهيماتولوجيكال كرايتيريا ان انا بيحصل ليكوبينيا وراها ليكوسايتوزس على طول، بعد كده بيحصل اللي هي الاتيبيكال ليمفوسايتس اللي بشوفها اسمها جلاندولار فيفر سيلز. طب بالنسبه للسيرولوجي، السيرولوجي اول حاجه بشوف هيتروفيل انتي بودي، هيتروفيل انتي بودي. في انتي بودي بيطلع في ضد الابشتاين بار فيروس اسمه هيتروفيل انتي بودي، تمام؟ هيتروفيل انتي بودي بشوفه بثلاث طرق، بول بانل تيست، ودي طريقه مش سبيسيفيك قوي للابشتاين بار فيروس، يعني ممكن استخدمها مع فيروسات تانية. بول بانل تيست. تاني طريقه حاجه اسمها اميون ادهيرنس هيم اجلوتينيشن تيست واوكس سيل هيمولوسيس تيست، والاثنين دول مور سنسيتيف يعني ادق مع الابشتاين بار فيروس. ما نركزش قوي في الاسماء ونقف عندها، نقراهم بس ونعدي ماشي. افتكر بس البول بانل انا مميزه لكم بلون مختلفه وده ليس سبيسيفيك. يبقى كده عندي تيست اللي اسمه اميون ادهيرنس هيم اجلوتينيشن تيست واوكس سيل هيمولوسيس تيست. وبرده زياده احتياط احفظوا الديتكشن هيتروفيل انتي بودي بكام طريقه الثلاثه دول مع بعض، لانه ممكن يجي كسؤال رايت ولا حاجه في الامتحان ماشي. يبقى هما ثلاث حاجات، بول بانل تيست، اميون ادهيرنس هيم اجلوتينيشن تيست، واوكس سيل هيمولوسيس تيست. اول واحد ليس سبيسيفيك والثانيين مور سبيسيفيك. تاني حاجه ان انا عايزه اشوف اعمل ايبشتاين بار سبيسيفيك سيرولوجي، حاجات بقى ايه مخصصه للايبشتاين بار فيروس بس. طيب هقسم المرض لثلاث مراحل، المرض اول ما يجيلي، بعديها بشويه، بعديها بكام اسبوع. المرض اول ما يجيلي، بعديها بشويه، بعديها بكام اسبوع. اول ما يجيلي هلاقي ان الاي جي ام الانتي بودز عليت قوي، وبعد كده الاي جي جي هتقوم عاليه قوي وتفضل مكمله معايا مدى الحياه حتى لو خفيت من المرض ده. الاي جي جي هتفضل عاليه في جسمي مدى الحياه. يبقى اول ما يجيلي المرض الاي جي ام هتعلى الاول، بعد كده تقوم نازله تاني والاي جي جي تعلى مكانها وتفضل مكمله معايا طول عمري. طيب بعد ما المرض جالي بشويه هيحصل انتي بودز هتبدا تطلع من الجسم بتاعي تحارب الانتيجنز اللي دخلوا تحديدا اللي يبقوا موجودين في الانفلوب بتاع الفيروس ده من بره. الفيروس ده محاط بانفلوب، في الانفلوب ده فيه انتيجنز معين، في انتي بودز في جسمي هتبدا تطلع تحارب الانتيجن ده ماشي. طيب بعد الموضوع ده بكام اسبوع هيطلع لي بقى الابنه، فاكرين الابنه اللي قلناها من شويه اللي هي الابشتاين بار نيوكلير انتيجن، هيطلع انتي بودز ضدها اللي هي انتي بودز هتطلع تحارب الانتيجنز اللي طلعها الابشتاين بار فيروس ده. يبقى اول ما المرض جالي هيطلع اي جي ام عادي جدا، دي مش مخصصه للابشتاين بار فيروس بس، الاي جي ام ده بتحارب امراض كتير قوي، بتحارب فيروسات كتير قوي، بكتيريا كتير وكده، فهتبدا تطلع. بعدها بشويه الاي جي جي، بعد كده هبدا بقى الجسم هيبدا يطلع انتي بودز مخصصه للابشتاين بار فيروس بقى، مش هيطلع لي اي جي ام بس كده ولا اي جي جي، هيطلع لي انتيجن مخصص للايرلي انتيجن، بعديها بكام اسبوع هيطلع لي الانتي بودز اللي هي اسمها ابنه وتفضل مكمله معايا مدى الحياه. طيب كده خلاص خلصنا الحمد لله المحاضره، لمينا كده فيها البكتيريا الفيروسات بقى والريكيتسيا والكوكسيليا الحاجات الفاضله كلها. ربنا يوفقكم ان شاء الله، وباذن الله الامتحان يكون جاي اسهل ما يكون. استعينوا بالله، ذكروا وما تشغلوش نفسكم باي حاجه وما تفكروش في اي حاجه، استعينوا بس بالله كده، وبعد ما سمعتوا المحاضره امسكوا الورق وذاكروه وما تفكروش فعلا في اي حاجه ثانيه، وما تشغلوش دماغكم لا موبايلات ولا برسائل دفعه ولا في اي حاجه، ركزوا مع اللي معاكم وهيخلص، صدقوني ان شاء الله هيخلص. بس انتوا اجتهدوا بس واعملوا اللي عليكم باذن الله ربنا يوفقكم. ربنا معاكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.